تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، انطلقت أعمال منتدى التعليم العالمي والذي يعقد بالتزامن مع المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم GESS تحت شعار تشكيل مستقبل التعليم. وشارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كمتحدث رئيسي في المنتدى الذي حمل عنوان مرتكزات ومسرعات مستقبل التعليم في الدول. وخلال كلمته تحدث سعادة الوزير عن رؤية وزارة التربية والتعليم لمستقبل التعليم وأبرز الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتي تشمل تحسين جودة العملية التعليمية والعلمية ورفع كفاءة مخرجاتها، وذلك بتعزيز التمكين الرقمي وتطوير المناهج الدراسية لمواكبة متطلبات العصر، واهتمام الوزارة بالتعليم المبكر وتطوير الأداء الإداري والتعليمي من أجل تقديم أفضل الخدمات وإنشاء المدارس والمباني الأكاديمية وفق المواصفات الحديثة تلبية لاحتياجات التوسع ومواكبة النمو في أعداد الطلبة، إلى جانب تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي والتشجيع على استقطاب الجامعات الإقليمية والخارجية وطرح البرامج الأكاديمية التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل والاستفادة من التجارب الدولية لتنفيذ أفضل الممارسات في مجال تطوير المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها. كما استعرض سعادة الوزير في كلمته مقترحاً لخريطة عالمية لتشكيل مستقبل التعليم تقوم على عدد من العناصر الأساسية، منها التركيز في التعلم التفاعلي النشط القائم على مركزية المتعلم والاستخدام الأمثل لأدوات التكنولوجيا الرقمية والتحول من التركيز في المعلومات إلى التركيز في الكفايات والمهارات المطلوبة للثورة الصناعية الرابعة والقرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى الاستفادة من بحوث ودراسات الأعصاب والدماغ والبرمجة اللغوية والعصبية والذكاءات المتعددة والتكنولوجيا الرقمية والريادة والابتكار وتطبيقاتها المتعددة في مجال تطوير التعلم والتعليم وتطوير تعليم مواد ستيم. شاركت اليوم في الجلسة الافتتاحية كمتحدث رئيسي، تطرقت في المحاضرة التي قدمتها عن متطلبات التعليم في المستقبل والمهارات المطلوبة فيه والخطط الاستراتيجية اللازمة له، وأشرت إلى ما وصل إليه التعليم في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة العاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من إنجازات متعددة في كافة المراحل. وما يجده التعليم أيضاً من اهتمام من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. في الواقع أن هناك نقاط مهمة تحققت في المسيرة التعليمية أكدت عليها التقارير الدولية، أكدت عليها النتائج التي حققتها مملكة البحرين سواء على الصعيد الرياضيات والعلوم وما وصلت إليه من مرحلة متقدمة مع دول ذات الأداء المتميز، وكذلك أشرت إلى دور التعليم الإلكتروني وأهميته وكيف استطاعت وزارة التربية خلال فترة الجائحة أن يستمر التعليم للجميع، وبلغ عدد الذين استخدموا بوابة وزارة التربية والتعليم أكثر من 134 مليون. هناك أيضا دروس مستفادة من المسيرة التعليمية في العالم خلال السنوات الماضية وأهمية الاستعداد لمتطلبات القرن 21.